اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك سبحانك حق عبادتك ما عبدناك، وخشينا الناس وما خشيناك. يا من حرم الظلم على عباده وجعله بينهم محرما، اللهم عليك بالظالمين الذين أذلوا المؤمنين، الذين سفكوا دماء إخواننا المستضعفين. اللهم جبار السماء اقسم جبار الأرض بشار، يا جبار السماء اقسم جبار الأرض بشار. اللهم أذقه في الدنيا عذاب الخزي والعار، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إن هذا عبد من عبيدك كفر نعمتك وما شكرها، ونسي الآخرة وما ذكرها، واستطال على عبادك الصالحين بغيا وعلوا. اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم آته من حيث لم يحتسب، اللهم اكسر شوكته، اللهم نكس رايته، اللهم فل حده، اللهم أرح البلاد والعباد من شروره. اللهم أغف إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم ارحم الشيخ الكبير، ارحم الطفل الصغير. اللهم ارحم الأمة التي تقطع قلبها حزنا على طفلها الذي ذبح أمام عينها. اللهم إنا نستغيث بك لكل عين باكية. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم لا تجعل إخواننا في غمة وألم، اللهم اجعلنا نصرة لهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جنودك العاملين وحزبك المفلحين، وأقر بنا عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، اللهم شهادة ترضى بها عنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا من يرضيه، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تجعل للظالمين على بلادنا سبيلا، لا تجعل للمفسدين على بلادنا سبيلا، لا تجعل للخائنين على بلادنا سبيلا. اللهم اجعل مصر درع الإسلام والمسلمين. اللهم لا تصرفنا إلا على ذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، اقبل رجاءنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.